أشرفت السلطات المحلية والأمنية بتارودان على عملية توزيع الكمامات بتنسيق مع هيئات المجتمع المدني على عموم المواطنين بالمدينة للتحسيس والتوعية بأهميتها في الوقاية من فيروس كورونا. كما عملت السلطات على رصد تحركات المواطنين ومدى التزامهم بالتدابير الموصى بها من خلال الاستعانة بطائرة مسيرة. اليوم الانطلاقة ديال التوزيع ديال الكمامات من تارودان، العملية اللي تحت شعار ديال كمامة لكل روداني ورودانية، العملية اللي كتعرف الانطلاقة ديالها اليوم بالإشراف ديال السيد العامل صاحب الجلالة على مدينة تيرودانت، واللي غيتوزع من خلالها 17,000 كمامة بتعاون من كل من المجتمع المدني ومجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من المدينة. 10,000 كمامة ساهمت بها مجموعة ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني، كذلك ساهمت تعاونيات كوباك ب 5,000 كمامة، و 2000 كمامه ساهمت بها جمعيه ديال صيدله مدينه تيرودانت. العمليه اللي غتمر في 3 ايام، اللي غتوزع منها الجمعيات ديال المجتمع المدني هذه الكميه الكبيره ديال الكمامات في الازقه والشوارع وفي الاسواق ديال المدينه. بالنسبه للاحتياطات، اولا كنحطوا دائما كنديروا واحد المداوله ديال واحد عضو او منخرط ديال الجمعيه في الباب تاع السوق، خصوصا في الابواب كلشي، وخصوصا الباب الرئيسي. كيوعي الاشخاص اللي جايين يعني الزبناء اللي كيتبضعوا، كيوعيهم بضروره ارتداء الكمامه، واللي ما عندوش الكمامه كتعطى ليه وما يدخلش للسوق الا وهو مرتدي الكمامه. المساله الاخرى بان جميع التجار كيحطوا اللوازم ديالهم، اولا كيرتديوا الكمامه اللي هي عليها الدور الرئيسي الان، ثم كيجي المعقم، والاغلبيه كيجي المعقمات، ثم هو الصابون والماء والصابون. هذا الشيء اللي كنوعيو به المواطنين ديالنا والزبناء والحرفيين والتجار ديال السوق البلدي جنا الجامع. حملة تحسيسية ستستمر طيلة الأيام القادمة من أجل فرض الإجراءات التي أوصت بها السلطات العمومية لتفادي انتشار الجائحة بالإقليم.